حلقة اليوم راح نتكلم فيها عن عدد من العاب الار بي جي، او خلينا نقول بشكل غريب كذا صارت مركز على العاب ار بي جي بشكل ما. عندنا كيس رينج، عندنا سول كرافت، وعندنا كمان انفينيتي بليد 3. في البداية عند لعبة كيس رينجز، اللعبة اللي كانت نزلت قبل سنوات على أجهزة الاي او اس، الآن صارت متوفرة على أجهزة الويندوز فون. أجهزة الويندوز فون اللي راح تشغل هذه اللعبة هي أجهزة ويندوز فون 7 ويندوز فون 8، لكن لازم يكون الرام عندك فوق الواحد جيجا عشان تقدر تشغل اللعبة هذه. حجمها راح يكون هو أصلا حجم اللعبة 775 ميجا. اللعبة تعتبر واحدة من أفضل العاب الار بي جي الأجهزة المحمولة. سكوير إنكس هي مطورة هذه اللعبة، الشركة اللي تعودها قدمت لنا أجزاء كثير من سلسلة فاينل فانتسي. فاللعبة هذه تعتبر واحدة من أفضل ألعاب الار بي جي مثل ما قلنا في الساحة، وكان قد نزل لها جزئين كمان غيرها، اللي هو جزء أوميجا اللي يعتبر بريكول أحداث اللعبة الأصلية، والجزء الثاني طبعا اللي كمل القصة. اللعبة هذه في حال إنها باعت كمية كويسة نقدر نقول، راح إن شاء الله نشوف الأجزاء الثانية منها على أجهزة ويندوز فون. فأنا أقول ليش ما تشترونها؟ صح إن اللعبة غالية، يعني قيمتها شوي، سعرها في حدود $10، 9.99 دولار. فلكن هذه عادة سكوير انكس، يعني دائما العابها كذا تكون اسعارها شوي مبالغ فيها، بس اللعبه صراحه تستاهل. اللي ما جربها انصح انه يجرب هذه اللعبه. سول كرافت واحده من ابرز العاب الار بي جي ايضا على الاجهزه المحموله. نتكلم هنا عن الاي او اس، عن الاندرويد، عن الويندوز فون، عن نظام ويندوز العادي برضه تقدر تلعب مثلا جهاز لوحه او شيء زي كذا، وكان تقدر حتى تلعبها على كندل. فاللعبه هذه قبل فتره كان طاح سعرها الى $1.50 تقريبا، الان صارت اللعبه مجانيه. عليك تسوي ادخل على الستور حملها، وراح تكون تجربه لا تنسى باذن الله، راح تعجبك وراح تدعي ان شاء الله. او ادعوا لي بكل الاحوال حتى ما عجبتكم. كروس ايج 2 طبعا الجزء الثاني للعبه اللي كان اسمها كروس ايج، ما اتوقع هذه المعلومه. اللعبه هذه راح تنزل ان شاء الله في فصل الشتاء، لكن الان نزل عرض فيديو يوريك طريقه اللعب خاص فيها. طبعا اللعبه هذه نقدر نقول انها لما تشوفها تحس انها تشبه زلدة لحد كبير، وحتى لعبة مثل سيكرت اوف مانا. اللعبة هذه كان عليك انك تمشي، عندك شخصيتين تقريبا، تقدر تصير من خصائص كل واحدة فيهم. مثلا الولد يقدر مثلا يحذف البنت فوق تلة او شيء بحيث انها ترمي له حبل بحيث يقدر يتسلق، هذا غير حركات نجك وضرب الاسلحة وهذه الاشياء الموجودة اللي ممكن تعودنا عليها من العاب مثل زلدة مثل ما قلنا. الجزء الاول كان جميل جدا، كثير ناس حبوه. العرض هذا هو موجود، رابطه كمان موجود تحت، شيكوا عليه ان شاء الله تعجبكم. طبعا مستحيل اي واحد فيكم ما يكون يعرف وش انجري بيرز. انجري بيرز اللي هي لعبه حفظه حفيظه وتفجروا حاجات وشيء زي كذا. اسف على صوتك الحين، واحد متحمس. لكن عموما انا اتكلم الحين مو عن اي جزء، اتكلم عن الجزء الاول من السلسله كان قد نزل قبل 4 سنين. هذا الجزء الان حصل على ابديت يضيف لك تقريبا، لا مو تقريبا اكيد، 15 مرحله كلاسيكيه تقدر تلعبها، بحيث انه تعرف ما نقتل اللعبه اللي لها 4 سنوات وناس كثير حبوها ولعبوها لفتره طويله وكذا. ف مثل ما قلنا 15 مرحلة كلاسيكية، تحديث الآن موجود تقدر تحملها على جهازك وتستمتع باللعبة هذه اللي كنت لعبتها من زمان. ف استمتعوا. ممكن بعضكم سمع بجهاز جيم ستيك اللي هو انتم شايفينه هنا، اللي هو عبارة عن جهاز تحكم يجي معاه شيء مثل الستيك تقريبا، تقدر تحطه في التلفزيون ويصير تلعب ألعاب أندرويد على التلفزيون. ألعاب تقدر تشتريها من أمازون، جيم ستوب وغيره وكذا. فعموما الجهاز هذا الان تم تحديد موعد اطلاقه العالمي، راح يكون شهر 29 اكتوبر، راح تفر ان شاء الله حول العالم كله، وطبعا من ضمنها اكيد بريطانيا. لكن اللي صار الان انه مش لما يقول كل حول العالم، مش كل حول العالم هذا الشيء، لانه في دول من ضمنها بعض دول اوروبا، من ضمنها الشرق الاوسط، الجهاز ما راح توفر فيها لنهايه السنه في موسم الاعياد. لكن يعني مش حالك. عموما هذا المنتج طبعا هو منتجات كيك ستارتر، نعرف اللي نظام تشوف مشروع عجبك تتبرع لهم مبلغ بحيث انهم يبدون هذا المشروع. فاللي كان ساهم في يعني تبرع في هذا الشيء ويبغى الجهاز، فالجهاز ان شاء الله راح يوصل له في نهايه سبتمبر قبل الكل تقريبا. فهذا شيء حلو. عموما الجهاز فيه لو فيديو تحت يوريك كيف تلعب وهذا الشيء، تقريبا هو فكرته مثل الاويا الى حد ما، لكن اكيد في اختلافات، وننتظر ان شاء الله متى يوصلنا ونقدر نجربه ونعطيكم راينا احنا مو رايه. طيب خلونا شوي في الأجهزة هذه الصغيرة والخفيفة هذه. احنا نعرف ان سوني قبل اسبوع تقريبا في مؤتمر خاص فيها باليابان اعلنوا عن جهاز بلاي ستيشن فيتا تي في، اللي هو برضه قطعة صغيرة فكرتها انه تشغل العاب الفيتا على التلفزيون، حتى تسوي ستريمينج لالعاب بلاي ستيشن 4 على التلفزيون حتى 3. فعموما سوني اعلنت ان هذا الجهاز احتمال كبير انه ما ينزل برا اليابان، راح يكون في اليابان، وراح ينزل ان شاء الله في منتصف اكتوبر في اليابان، لكن شكله ما راح يطلع برا اليابان. وغير كذا هو في مشكلة الجمهور كذا ما عجبهم هذا الشيء فيه، هو انه ايش؟ انه الالعاب اللي تعتمد على التاتش بشكل كبير، احنا جهاز الفيتا فيه مساحة خلفية لللمس، ونعرف كمان حتى شاشة الأمامية تعتمد على اللمس بشكل كبير. ف
فالالعاب اللي تعتمد على اللمس بشكل كبير مثل جرافيتي رش مثلا ما راح تقدر تشغلها على بلاي ستيشن فيتا تي في. ف يعني هذا العيب بالاضافه لاحتمال ما نشوف في برا اليابان، هذا شيء ممكن يسبب مشكله للبعض ويضايق الكثيرين. لكن سوني عموما في بعضهم تحدثوا وقالوا ايش قالوا، انه احنا ما راح نحلق ما راح نعلق على الموضوع الين بعدين، وانه حتى الان الجهاز اليابان فقط. فهل انتم تبغون تشوفون هذا الجهاز ولا ما تبغون تشوفون هذا الجهاز برا اليابان؟ يعني اكس تبغون تشوفون الجهاز عندنا ولا متحمسين له اصلا ولا لا؟ انفينيتي بليد 3 راح تنزل ان شاء الله في 18 سبتمبر باذن الله على الاب ستور. فكيف كثيرين منكم لعبوا انفينيتي بليد 1 و 2 متحمسين اللي يكملون اللعبه وشوفون القصه، لكن في بعض يمكن ما لعبوها. فعشان كذا ايبك جيمز نزلوا فيديو خاص يعرض لك او يحكي لك عن قصه اسمها انفينيتي بلين اور انفينيتي بلين لعبت او اسم اللعبه انفينيتي بليد اوريجنز. هذا الفيديو او اوريجن يعرض لك الفكره الرئيسيه لقصه اللعبه بحيث انك تقدر تلعب وتفهم ايش قاعد يصير. احنا عارفين كمان هذا الجزء في اشياء كثير فلا يمكن بعضكم ما يعرفها، في اشياء ساي فاي ونقول انه خيال علمي وكذا، وفي شخصه ماتت بعدين تمت اعاده حياتها من جديد، في اشياء ما بحرق لكم كمان اكثر من كذا. فتقدرون تشوفون العرض بنفسكم وتتعمقون في القصه على حسب كل واحد اللي يبغى يعني اللي ما يبغى كيف. روك ستار تطلق تطبيق اي فروت للاي او اس. طبعا هذا التطبيق مفروض انه يعتبر كتطبيق خلي جهازك عباره عن شاشه ثانيه للعبه جراند ثيفت اوتو 5. التطبيق هذا تقدر من خلاله انك تعدل سيارتك، تقدر تشيل لوحه السياره تركب لوحه ثانيه تغير الشنوط تسوي بعض الحركات بالسياره، كان في نفس الوقت تعتني بالكلب حقك او خلينا نقول تربي الكلب حقك، تاكله وتشربه وتدلعه واشياء زي كذا، لان الكلب هذا راح يفيدك كثير بعدين. كيف راح يفيدك؟ بانه راح يقدر يعثر لك على اشياء معينه في اللعبه، ادوات خاصه اشياء مخفيه وكذا. تطبيق نقدر نقول انه شفنا كثير العاب سوت اشياء زي كذا، او خلينا نقول حتى تبغى تسوي اشياء زي كذا منها مثلا ماس افكت. وعلى فكره التطبيق هذا مجاني. يعطيكم الف عافيه على المتابعه، لا تنسوا الاشتراك في القناه ودعمنا بنشر الفيديو في الشبكات الاجتماعيه المختلفه، لان هذا الشيء يرجعنا بالفائده ونقدر نقدم لكم محتوى افضل باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. في لاعبين يفتحون لك مجال انك تمرر لهم كذا، وهذا شيء اكيد افضل وجميل ودي انكم تشوفونه صراحه. الفيديو هذا طبعا تعرفون لعبه